ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بيكم. أنا بس حابب الأول قبل أي حاجة أشكر الكرو بتاع شباب شو كله، الباشمهندس مصطفى عبد المنصف منتج البرنامج. حابب أوجه لكم كلكم تحية وأقول لكم شكرا جدا، وإن شاء الله بإذن الله قريب جدا هنحقق كل اللي احنا حلمنا بيه وطلعنا بيه مع بعض واحدة واحدة. دي رسالة بس كان لازم أقولها لكم في بداية الفقرة بتاعتنا. استكمالا لحديث السعادة اللي احنا بدأناه الفقرة الأولى، معانا على سبيل المثال شخص من مواهب مصر، حد اشتغل على نفسه ونجح في فترة قليلة جدا ان هو يثبت نفسه على الساحة. معانا النهاردة اسلام. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ احمد؟ عامل ايه؟ اهلا بيك معانا، اتشرف بوجودي معاكم طبعا. واطلقوا عليك ديزاينر المشاهير، منورنا. وحابين نعرف قصتك مع ديزاين، ابتدت ازاي برغم سنك الصغير؟ لان عندك انجازات كتير هنتكلم عنها بالتفصيل خلال لقائنا النهارده، بس خلينا نعرف الاول القصه ابتدت ازاي. القصه ابتدت معايا في الديزاين من وانا مبدئيا، يعني قبل ما اخش في برامج الفوتوشوب والحاجات الحديثه دي، كنت اساسا من صغري انا هوايتي الرسم. كانت في المواد الاساسيه اللي هي كانت بتضاف للمجموعه دي ما ليها لازمه، ما كنتش معايا خالص. كان الرسم ده عندي حاجه اساسيه جدا. فبدات بقى معيت في الرسم دوت ونميت فيه واحده واحده. وبعد كده بقى والدتي بقى طبعا هي الفضل، يعني ان هي زقتني في الحته دي، نميت معايا الموهبه يعني. ودخلت اتعلمت في شركه وفي قلب المطبخ زي ما بيقولوا يعني، ودخلت اتعلمت فيها واحده 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 لحد ما انا، وكنت حاطط قدامي هدف. انا كنت شايف نفسي في الحته دي شغلي حلو، هو طبعا ما حدش بيشكر في نفسه طبعا يعني، بس انا كنت شايف نفسي على المستوى اللي انا كنت بطلع مثلا من ضمن الكاتيجوري اللي انا كنت فيه شغلي اعلى منه. فكنت عايز اوصل في حته، عايز اروح لهدف قدامي اعلى بيه. بس وبعد كده بقى كملت بقى من شركه للتانيه، من الثالثه للرابعه، كل عمال اعلى منها، عايز اروح اعلى منها. وبقيت خليت عيني تشوف اكتر كديزاين بره مصر، بره اكتر اشوف عشان اقلده بالظبط، بحيث ان انا ايدي تاخد على الحاجات العاليه. بعد كده بالنسبه لي الحاجات السهله دي تبقى اعملها وانا مغمض يعني. بس بعد كده بقى حاجات اتطور وابتكر من نفسي، بتاخد فكره من هنا فكره من هنا فكره من هنا لحد ما اجمع فكره لوحدي. فالحمد لله بقى مميز ومختلف في حته اللي هي لمسه يعني. يعني فنان من وانت صغير، يعني بدأنا بالرسم وفنان من وانت صغير. طب كلمني عن تعاونك مع محمد الشهبندر. محمد شهبندر ده اخويا الكبير، محمد شهبندر بجد يعني من اجمل واشيك وانظف الناس اللي تتعامل معاه في حياتك بجد يعني. محمد شهبندر كان من ضمن المشتركين في ايفنت ايجي فاشن. ايجي فاشن طبعا. فمحمد شهبندر هو ليه اساسا عنده لون بتاعه معين في العبايات الخليجي، ما شاء الله عليه يعني، حاجه مستوى عالي 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 طبعاً جدا. طبعا غني عن التعريف طبعا. فمحمد بقى حب يعمل ايفنت لوحده، يعمل ديفيلي خاص بيه. للعبايات فانا كلمني اسلام، عايزين كان الاول بقى كان اسلام ان انا معاه كديزاين بس. كان الاول اسلام عايزين نعمل كذا كذا، انا عايز اعمل ايفنت ليه هو خاص بتاعه، كديفيلي يبقى باسمه بحاجته بدنيته. فتمام عينيا، وروح واتقابلنا وقعدنا واتفقنا مع بعض على الشغل واشتغلنا مع بعض. وطبعا قعدنا في الشغل بتاع الايفنت ده اكتر من 3 شهور فعلا فعلا، وما كناش بننام بمعنى الكلمه يعني. محمد اساسا برضو كان عليه هيدك فظيع فظيع، ما كانش بيكلم حد، عايز اقول لك كان في حته تانية خالص. ما هو ده بان في نجاحكم يعني، بان الموضوع، لا انتوا اخدتوا فعلا وقت فيه، وده بان في النجاح طبعا اللي حصل بعد الايجي فاشن. بس لود التنظيم كله كان عليك من اول الديزاين للريد كاربت، هو كان عليه المدعوين والعبايات، تصميمات العبايات اللي ظهر بيها كانت جديده ومختلفه فعلا. بس الاساسي التنظيم طبعا. ايه بقى المواقف اللي قابلتك في التنظيم؟ لا التنظيم، بص ودي كان من اول يعني اكبر حاجه نظمتها، كانت اول انطلاقه مجال يعني. محمد فتح لي مجال، كان مديك، عارف واحد بيديك مساحتك في الشغل واعمل اللي انت عايزه، بس في ايه، في الاشياكه، في الصح.
يعني مش عامل انت عايزه في الغلط، لا واثق فيك هو. اه لا محمد بجد يعني انا بعزه جدا 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 جدا، اخويا معاك كلمه، اخويا الكبير وكريم فوق ما تتخيل يعني، فهو حد لطيف جدا. في الشغل بقى في التنظيم قابلنا في شغل يعني، طبعا كان بيتقابل معاك دروبات مثلا من معانا صوره، هي معانا صوره يا اسلام وانت بتستلم الجائزه ظاهره معانا على الشاشه، كمل. فمن ضمن الشغل التنظيم مع محمد بص ايه، مش حلاوته في حاجه، ما بيحب يعني بيدي التخصص ليه لناسه، ما بيحبش يتدخل في كل حاجه، بس يتدخل في انه مثلا رايي مشوره بنتشاور مع بعض بس. وكنا حاطين معانا اساسا بلان ماشيين عليها، وفي نظام وسيستم وواحد زائد واحد وكذا وكذا، وده هيبقى واقف فين، ده هيبقى عامل ازاي، الريد كاربت هيبقى عامل كل، كان في تخيل اساسا عن الايفنت مرسوم قدام الناس. فكنا بس بالسنتي كنا ماشيين بنعمل كل حاجه بجد، كنا محافظ على كل سنتي، وان احنا اساسا كان اكتر حاجه كانت شغلاه ان الناس تمشي مبسوطه وتيجي تبقى مبسوطه، محدش يتضايق، محدش يبقى قاعد. التكريمات والناس اللي كانت حاضره كل الايفنت كان حلو جدا، كان كل الناس تبقى عنده، كان عنده الهدف بتاعه ان الناس تمشي فعلا من عند من الديفيليه مبسوطه، وان يتقال في ظهر الديفيليه انا رحت حضرت ديفيليه شيك محمد شعبان ده. فالحمد لله يعني حققنا يعني الحمد لله حاجه لطيفه يعني عجبت الناس كويس، ويا مسهل يعني في السيزون الثاني ان شاء الله يعني افضل لكل من شاركت معاهم ولكل الناس اللي بيحلموا يعملوا حاجه. بس انت كمان ساهمت كتير او تعاملت كتير من خلال عملك مع فنانين مشهورين، يمكن مين اول حد انت حابب تكلمنا عنه النهارده؟ هو ما اكتفاش ان هو يوقف عند الايفنت والحاجات دي، لا هو اتعامل مع فنانين كبار. اتفضل. بدات اول حد بدات معاه من ضمن الفنانين كانت بص في رنا سماحه، من ضمن برضو البدايات معايا. كان كليب اسمه تراب امشير، كان كل الشغل معمول فيه رسم يدوي مش جرافيك كمان كمبيوتر، كله كان رسم بالايد، مجهود جامد عليك. كان في شوت ان هي قاعده بترسم الرسمه اللي كانت قاعده بترسمها دي انا رسمها. واحمد باتشان عملت له مش كليبات، عملت له شغل شخصي يعني صور لي شغله، وكان مستخدمها يعني ماتيريال استخدمها في شغله. واشتغلت من الحاجات بقى اللي ترقعت بقى وسمعت معايا جامد، اغنيه وائل جسار شكله بيهزر. طبعا. فكنت عامل لكل الشغل الجرافيك بتاع الفيديو لاريكس بتاعه. من اول كان الصور كانت جايه لي كروما، طبعا بفصلها وبغير على روح الاغنيه بتاعتها راحه فين. واشتغلت برضه من حاجات برضه سمعت مسلسل سبع جار التترات واللوجو بتاع المسلسل، وعملت شاهيناز 2020 السنه دي عامله البوم اسمه حياتي احلى، عامل لها فيه ثلاث اغاني الفيديو لاريكس كامل. وعامل شمس الكويتيه كان البوم اسمه شقه سوبي كان 2017 2018 كده. وعملت محمد شاهين طبعا كليب اسمه احنا الجدعان. وبسم الله عملت ايه تاني؟ حاجات كتير قوي عاملها، عمال بفتكر يعني ما شاء الله كل ده امتى وفين. انا شايفه السن كمان لسه صغير انك قدرت تعمل كل ده خلال سنتين ثلاثة. انت كمان التواريخ اللي بتذكرها خلال سنتين ثلاثة ما شاء الله حققت. انا بالظبط في مجال الوسط الفني يعني بقالي فيه بالظبط ست سنين في الوسط الفني بس، انما خبرتي في الديزاين بقى لي 14 سنه من وانا في تانية اعدادي. بالظبط انا كنت لسه اقول لك الديزاين، انت بتتكلم من وانت صغير بترسم، انت يعني انت بتقول طلعت كليب كامل انت اللي رسمه. فلا طبعا. قول لي شاهيناز راجعه بالبوم وانت عامل معاها ايه؟ عامل معاها اغنيه حياتي احلى وحاولت انساك، مصورها كليب؟ لا فيديو لاريكس. وفي اغنيه ثالثه لسه ما نزلتش. ايه بقى السبق لينا؟ قول لنا. ده سبق لشرف شوقي اسمها. لا لسه. لسه.
ان شاء الله تنزل وتبقى قويه وتكسر بس باذن. عامله صدى حلو يعني. الالبوم بتاعها عامل الاغاني اللي نزلت منه السنجلات اللي نزلت عامله صدى حلو يعني. شاهيناز يعني فنانه صوتها جميل جدا يعني. يمكن اختفت فتره وانا عرفت طبعا ان هي كانت اعلاميه وكانت بتعمل برنامج، بس احنا كلنا بنحب صوتها يعني. يعني هي صوتها من الاصوات المميزه. شاهيناز من الاصوات الرائعه طبعا بجد يعني. والشخص وشخصيه خفيفه على القلب جدا يعني، وروحها جميله جدا وطيبه. قبل ما انسى يعني، الملحن الحان الالبوم كله ادم حسين ده زوج شاهيناز. تمام. فمن الناس برضو الجميله الرائعه يعني. يمكن من ضمن واحنا بنتكلم وبندردش قبل الحلقه، انت ذكرت كتير في كلامك رندا البحيري وقد ايه انتوا في علاقه طيبه بينكم. حاجه حلوه جدا ان انت تبقى تشتغل مع حد وكمان يبقى في علاقه طيبه في الكواليس او ما بعد. احكي لنا شويه عن رندا البحيري. رندا بص، هي طبعا كبيره مقام طبعا وفنانه جميله ومحبوبه وانا بحبها جدا جدا جدا. فهي على المستوى الشخصي اختي وصديقتي ومع بعض في تفاصيل كتير يعني. بنخرج مثلا، قعدنا رحنا، بنتقابل صدفه، فبنفرح، بنحب البعض جدا الخير. ومع بعض مثلا في افتتاح الكافيه بتاعها كنت معاها وانبسطت جدا. كلنا بنفرح لبعض يعني. فرندا من الشخصيات الجميله جدا بجد يعني، على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني وعلى كل حاجه. كل حاجه رندا دي حاجه جميله كده يعني. اسلام، انت يعني في وقت قصير قوي قدرت توصل للناس يعني. مثلا انا حتى الناس اللي ما تعرفش اسم اسلام، بس الناس ابتدت حتى وهي شايفاه يعني، خلاص هو اسلام ارتبط بالريد كاربت اللي هو كان متصور عليها. الناس مجرد ان هي بتشوف صورتك خلاص هم عرفوا اسلام. دي حاجه يعني. انا عايز اقول لك ان انا النهارده لما نزلت احنا معانا اسلام، الناس بعتت لنا رد فعل حلو قوي. وعشان كده معانا مداخله تليفونيه من استاذه شاهيناز، الفنانه شاهيناز. حبيبتي اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا، مساء الخير. ازيك يا فنانه، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكم. مرسي مرسي ان انت معانا دلوقتي منورانا استاذه شاهيناز، مرسي ليكي. واحنا معانا استاذ اسلام اهو معاكي وحابب يرحب بيكي. استاذ اسلام اتفضل. شاهيناز يا اسلام. اسلام ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ وحشاني كتير والله. ميرسي والله يعني، انتوا كمان وحشتوني ومبسوطه ان انا سمعت صوتك النهارده وان انا والله انا على الهوا بالمداخله. والله انا اللي مبسوط وسعيد جدا بمداخلتك الرائعه ديت، اللي انت يعني من الناس اللي لسه كنت بقول من شويه على عليكي، بقول من الناس الجميله اللي النادر تعرفي في حياتك. والله يعني بتحرجني بذوقك يا اسلام. بس انت عارف احنا صحاب، وانت يعني يمكن عشان انت من الناس القريبين مني فانت فاهم طريق تفكيري شويه، فاهم دماغي شويه. الحمد لله في بينا توافق، وانت عامل شغل حلو قوي يعني. بغض النظر عن العلاقه الانسانيه وان احنا صحاب، حتى في الشغل انت الحقيقه من الناس اللي انا انبسطت بالشغل معاهم جدا يعني. انت دايما بتشتغل بحاجه بتشتغلها بحب، وده بيبقى باين قوي يعني. ربنا يخليك يا رب. والله ده كلام على يعني مش عارف اقول لك ايه بجد والله، عن ذوقك وكلامك الرائع اللي انت بتقوليه ده. لا والله دي الحقيقه، انت عارف انا ما بعرفش اجامل يا اسلام. ايوه انا عارف. استغل الفرصه، استغل الفرصه. الكوز ما بيجاملش. وحضرتك كنت وحشنا جدا، ويعني انا عايز اقول لك ان انا فرحان جدا ان انت رجعتي، لان صوت حضرتك فعلا من الاصوات اللي احنا بنحب نسمعها يعني. انك تكسبي المسابقه دي ما كانتش حاجه من فراغ يعني. انت بجد حرمتينا سنين كتير ان احنا نسمع صوتك بجد. على كلامك والله، ميرسي لذوقكم جدا. بس هي بتبقى مساله نصيب، وكل فتره في حياه الانسان بيبقى ليها تفاصيلها وليها اولوياتها. ويعني الحمد لله انا دلوقتي موجوده معاكم تاني بقى، وان شاء الله شغل جديد مبروك. يعجبكم زي القديم واكتر كمان. لسه كنت بكلمهم عن الالبوم وبقول له بكلمهم عن ال مش راضي يقول لنا. لا مش راضي يقول لنا الاغنيه. واحنا عايزين نتجهز الفرصه ان انت معانا وانت قولي لنا الكليب اللي لسه هيتصور جديد، ومش عايز يقول اي حاجه عنه خالص. واحنا يعني ادينا كده نبذه لشباب شو.
احنا اشتغلنا مع بعض في ألبوم حياتي أحلى. إسلام عامل أكتر من تراك، والتراكات اللي نزلت لحد دلوقتي هم في تراك حياتي أحلى الحقيقة، هو عامله بشكل حلو قوي ومميز مختلف. عامل الفيديو ليركس بطريقة مختلفة قوي، وده اللي عجبني، يعني انه مش زي الحاجات اللي بتتعمل كل يوم والتاني بنشوفها. هو فعلا عنده تاتش مختلف يعني. وعمل لي كمان حاولت انساك، اغنية حاولت انساك اغنية دراما، وحياتي احلى اغنية، يعني اغنية لطيفة كده، اغنية حب، اغنية تفاؤل تقدري تقولي عليها يعني، مختلفة برضو. بصي انا بحاول ان في كل شغلي ابقى محافظة على اللاين او الخط اللي الناس حبتني بيه، وفي نفس الوقت ان انا اجدد واطور في المزيكا بالشكل اللي يتناسب مع امكانياتي ومع صوتي ومع يعني السنس اللي الناس تحب تسمعه مني. انت جميله ومختلفه دايما والله يا شيماء. جميله ومختلفه، واكيد كل احنا مستنيين كل جديد ومختلف وناجح اكيد. وما ننساش كليب كده خطر. وطبعا كده خطر طبعا. اسلام عامل شغل جميل في كليب كده خطر برضو. الديزاين والبوست هو اللي عامله طبعا. فيعني احنا شغلنا مع بعض مستمر. انا يمكن في حاجات بنساها لانه انا واسلام بنشتغل مع بعض على طول، يعني ممكن النهارده نشتغل مع بعض حاجه وبعد شهرين ثلاثة نشتغل مع بعض حاجة تانية. يعني مش من الناس اللي هو العلاقة بيني وبينه شغلانة وخلصناها وخلاص، يعني لا، احنا يعني الخط بيننا مفتوح كصداقة وكشغل، وإن شاء الله ربنا يديمها يعني. يا رب دايما يا رب. يا رب دايما. واسمحي لي استغل مداخلتك معانا النهارده وافهم يعني اعرف من حضرتك نبذه مختصره عن مفهومك من السعاده. اكيد مصدر صوتك مصدر من مصادر السعاده اللي بيحقق سعاده كتير لكل متابعينك وكل متابعين كليباتك واغانيك. لكن مصدر السعاده بالنسبه لك انت ايه؟ طيب انا هقول لك ببساطه، يعني هو مصدر السعاده بالنسبه لي هي ما تقولش اسلام بسيوني وباله مرتاح، يعني صدقيني مش كلام تلفزيون او كلام انسى زي ما بيقولوا او كده، لا، هو انا بالنسبه لي الراحه او مصدر السعاده الاساسي بيبقى في ان الواحد يبقى ضميري مرتاح، مش حاسه ان في حد زعلان مني، مش حاسه ان انا ظالمه حد، مش حاسه ان انا مضايقة حد. يعني أنا من الناس اللي ما أعرفش أنام وأنا حاسة إن في حد زعلان مني مثلا، يعني أو مش مثالية والله، بس دي تقدري تقولي عليها طبع يعني. وفي الآخر الرضا ده بيجي من إن الإنسان يكون راضي بحياته، وده من إيمانه بالله سبحانه وتعالى. يعني الواحد طول ما هو مأمن إن كل حاجة بتحصل في حياته هي قدر ونصيبه مكتوبة له، ده بيبقى نابع من إيمانه بربنا، وفي نفس الوقت ده اللي بيبعث عليه الرضا والطمأنينة يعني. يا رب دايما في رضا وطمأنينة ودايما في راحة بال، ونشوفك دايما محققة كل اللي بتحلمي بيه، ونشوفك دايما ومعانا وكده، ما تغيبيش عننا تاني. ليكي ناس كتير بيحبوكي وبيحبوا يسمعوكي. يا رب تفضلي كده دايما ناجحة ومنورة دايما جميعا. يا رب واتمنى لكم التوفيق والنجاح، وسعيدة بالمداخلة دي، ويعني ان شاء الله دايما في نجاح وتألق. واسلام كمان يا رب دايما كده نبقى ناجحين مع بعض، ومعايا ومع غيري، عشان ما تقولش ان انا انانيه وعايزه نجاحك يبقى معايا. ربنا يخليك يا رب. والله انا اتشرفت جدا والله بالمداخله الجميله دي بجد، والله فاجئتيني والله. ميرسي يا اسلام، ميرسي، انا اللي سعيده بيكم جدا، وان شاء الله بالتوفيق ليكم جميعا. شكرا ان شاء الله تنورينا قريبا في شباب شو، وعد بقى. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. اسلام، يعني الناس بتحبك حتى على المستوى الشخصي، يعني انا مش شايف الموضوع حتى مع الناس، مش موضوع شغل بس، الناس بتحبك على المستوى الشخصي. هفهمك. انت شخص جميل. لا لا لا، هيفهمنا. هقول انت شخص جميل، هيقول لنا سر. انا ما بشتغلش خالص مبدا جنيه، يعني مش هو الاساس عندي ان انا يعني مش اشتغل مثلا مع فلان الفلاني علشان خاطر هكسب من ورائي. لا، انا اهم حاجه عندي الشغل يطلع حلو، ويركن خالص الفلوس دي خالص، عمرها ما كانت مبدا في حياتي خالص. والشخصيه دي ابقى انا على المستوى الشخصي، احنا بنحب بعض كاصدقاء، يعني انا بحب له الخير، حبه ينجح، وهما ينجح انا هنجح، كلنا دايره بنكمل بعض. ما حدش بيحارب لوحده. صح جدا. كلنا بنحارب كجيش، ما حدش بيحارب لوحده خالص. هو ده فعلا صفات الشخص اللي عايز ينجح، ان هو بيساعد اللي حواليه وبيطلع بيهم، لان احنا كلنا فعلا لما نكون في ظهر بعض هنطلع كلنا مع بعض. صح، ده حقيقي.
طبعا سر النجاح فهو طيب اسلام انا عايز اعرف منك بقى بما ان حلقه النهارده احنا بنتكلم عن السعاده ايه مفهوم السعاده عندك انت؟ مفهوم السعاده عندي ان انا انام على المخده من غير ما يبقى حد لا مزعله ولا مضايقه ولا اي حاجه خالص ابقى انا كده نايم راحه البال بس لا فلوس ولا اي حاجه راحه البال دي اهم حاجه في الدنيا يعني. ماذا عن الطفل ما بداخلك؟ هو باين عليا لا اصل سر السعاده والابتسامه الصافيه والروح الحلوه دي دي اللي احنا اتولدنا بيها الفطره اللي احنا اتولدنا بيها ما يعني الطفوله مش لعب وشقاوه وبس لا البراءه والنيه الصافيه دي هي دي اللي بتطلع ان انا ابقى مخلص في عملي هي دي اللي لسه ظروف الحياه وضغوطها ما شويتهاش ده حقيقي اعتقد ان هي موجوده بنسبه كبيره كلمنا عنها شويه انا كشخص مجتهد بحب الشغل وبحب على طول ان انا ابقى يعني ماشي في خط ما احبش حد يحودني وانا ماليش دعوه باي حد زي القطر كده المحطه اللي ينزل منها ما ببصش عليه ماشي على طول زي ما انا مكمل في طريقي والطفوله بقى دي هو انا شكلي كده يعني مدي على طفولي لا انت ما فهمتش قصدي روحك والله دي يعني الحمد لله يعني يرجع الفضل يعني لوالدي ووالدتي يعني على التربيه اللي هم ربوهاني وان الواحد بيحب والله بيقف مع اي حد يعني جدعانه باي حاجه فالواحد هو كده يعني هو دي طبيعتي يعني انا مع اي حد كده رايح مع يعني انت مثلا عايز تعمل ايه يلا بينا كده معاك يلا طالما حاجه صح وحاجه تنفع حد هتساعد حد خير في اي حاجه يلا بينا اسلام انا معايا مداخله من منتج البرنامج هو نفسه كمان عايز يشكرك النهارده ويوجه لك كلمه استاذ مصطفى عبد المنصف اهلا وسهلا بيك مساء الخير ومساء السعاده على اجمل فريق شباب شو اهلا وسهلا مساء النور يا اهلا وسهلا يا استاذ اسلام بسيوني اللي منورنا النهارده في اولى حلقات شباب شو على الصحه والجمال والله انا اللي بتشرف بوجودي معاكم والله من الناس الجميله يعني طقم بص من كل حاجه من اول اعداد لحد اخراج المذيعين لكل حاجه خالص كل حاجه بجد يعني ما قصروش بسبب حتى الاستقبال بكل حاجه الصراحه يعني شرف ليا بجد وجودي معاكم ربنا يخليك ده شيء شرفنا يا فندم والله وانا في البدايه انا عايز اشكر الاستاذه شيماء والاستاذ احمد حافظ وطبعا بشكر حضور سيادتك الرائع النهارده بجد ضمننا النهارده بسمه حلوه يعني سهره جميله امسيه جميله مش بعيد عن فنان متالق زيك ربنا يكرمك يا رب ده يعني دي شهاده اعتز بيها جدا وعلى راسي ربنا يبارك لك يا رب بما ان الحلقه بتتكلم عن السعاده فانت النهارده مصدر سعاده 102 فرد شغالين تحت اسم شباب شو فاحنا كلنا بنشكرك وبنشكر تواجدك معانا انا اللي بشكركم وانا مصدر سعادتي النهارده ان انا اتعرفت عليك ربنا يخليك وان انا موجود معاك ربنا يخليك يا اسلام شكرا باشمهندس مصطفى عبد المنصف على المكالمه برضو اللي عملت لنا سعاده اسلام ايوه صوته لوحده اساسا بيضحك اسلام عايزين منك كلمه اخيره عشان خاطر نختم حلقتنا رسالة توجهها مثلا لحد بيحاول يكون ناجح رسالة تخلي حد يبقى سعيد وجه رسالة لجمهورك كل واحد يخلي باله من شغله وحياته وما تحطش خالص مبدأ قدامك جنيه خالص حط قدامك مبدأ ان اللي قدامك الشخص الشغل اللي انت بتعمله للشخص ده هو نفسه يبقى مبسوط من جواه بالشغل ويقول في حقك كلمتين حلوين السيرة يعني البني آدم عايش بسيرة كلنا عايشين سيرة فهو سيرتك دي اللي باقية انت مفيش حاجة خالص باقية لا فلوسك باقية لا جسمك باقي ولا اي حاجة خالص باقية غير سيرتك فخلي سيرتك طيبة واشتغل على نفسك كويس وحقق نفسك وكل مجتهد النصيب وانا مبسوط اساسا سعيد ان انا موجود معاكم احنا اسعد انت نورتنا الوقت معاك مر بسرعه جدا وانت اديتنا روشته سعيده ربنا يخليك يا رب اديتنا روشته سريعه للسعاده يمكن يا رب تكون فادت كتير من الشباب اللي بيتفرجوا علينا والناس اللي سهرانين معانا النهارده ويكونوا انبسطوا واتنقل لهم الطاقه الحلوه اللي انت اديتها لنا لما نورتنا النهارده ربنا يخليكم بنوركم جدا انا اللي انبسطت جدا بوجودي معاكم والله ربنا يخليك يا استاذ اسلام ولسه كلامنا عن السعاده ما خلصش ولسه فقراتنا المتنوعه لشباب شو ما خلصتش مكمله معانا الاسبوع ان شاء الله تابعونا على صفحه برنامج شباب شو هتلاقوا فيها دايما مواعيدنا الجديده ان شاء الله في قناه الصحه والجمال
وقبل ما نختم وقبل ما اقول لاحمد لازم يختم معانا بكلمه، اقول لك اطلق حنان الطفل اللي جواك، ازعل واغضب، وكلنا بيجي لنا وقت بننهار وبنزعل، احتضن زعلك واعترف بيه مش عيب، ولكن ما تخلوش يطول، خده وقوم بيه وكمل، واحلم ببكره، اقعد عد النجوم واسرح، ادي وقت لنفسك تقعد معاها وتنبسط وتبقى سعيد حتى لو بابسط حاجه حواليك. يا رب دايما اشوفكم بسعاده وخير. بس احمد حابب يقول حاجه. انا حابب اشكركم النهارده كلكم، واول حلقه لينا النهارده في الصحه والجمال، واسلام منورني، انا بجد النهارده سعيد جدا. اهي دي بقى السعاده فعلا. والسعاده برضو يا شيماء، السعاده والله بجد ان انا معاك النهارده، والله بجد. والله انا اللي مبسوط بوجودك. ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك. شكرا لكل متابعينا، واستنونا في حلقه جديده من حلقات برنامج شباب شو.